يحدثون عن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، وما حكم من أنكر هذه الشفاعة مأجورين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشفاعة مأخوذة من شفع الشيء إذا جعله شفعا، وهو ضد الوتر، وهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نوعين: الشفاعة العظمى وهي خاصة به وداخلة في قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وذلك أن الناس يوم القيامة يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، لأن اليوم مقداره 50,000 سنة، فيطلبون الشفاعة، فيلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم فيذهبون إليه ويقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعتذر لأن الله نهاه عن أكله من الشجرة فأكل منها، ثم يذهبون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعتذر لأنه سأل ما ليس له به علم، ثم يذهبون إلى إبراهيم الخليل فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشفع لهم عند الله فيقضي الله تعالى بينهم. وهذه خاصة به لا تكون لأحد سواه. وهناك شفاعة خاصة أيضا، وهي الشفاعة في دخول أهل الجنة، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع في فتح أبواب الجنة لدخولها، وثمة شفاعة ثالثة خاصة به، وهي شفاعته لعمه أبي طالب، فإن أبا طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينصره، ولكن لأنه سبقت له الشقاء والعياذ بالله كان آخر ما قال في الدنيا أنه على ملة عبد المطلب وهي الشرك، ونظرا لما حصل منه من نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذب عنه، أذن الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشفع له، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله،
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلن يؤذن لأحد أن يشفع لكافر أبدا. ثم إن إذن الله تبارك وتعالى لنبيه أن يشفع لأبي طالب كانت كالمكافأة له في تخفيف الأمر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته إلى الله تعالى حين كان بمكة قبل أن يموت أبو طالب، جزاء وفاقا. هناك شفاعة عامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهي الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرج منها. وأحاديث الشفاعة من الأحاديث المتواترة كما يفيده قول الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فأما قوله حديث من كذب فالمراد به قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما قوله ومن بنى لله بيتا واحتسب فالمراد به ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وأما قوله ورؤية فالمراد بذلك رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبوتا متواترا لا مرية فيه، بالإضافة إلى أدلة القرآن الكريم. وأما قوله شفاعة فهي مسألتنا هذه، وأما قوله والحوض فالمراد به حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، يصب عليه ميزابان من نهر الكوثر الذي خصه الله تعالى، الذي خص الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يرده ويشرب منه. آمين يا رب. وأما قوله ومسح خفين فالمراد به مسح الخفين في الوضوء، فإن هذا قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشروط معروفة في كتب الفقه. وهنا مسألة تشبه مسألة الشفاعة، وهي التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جائز وممنوع، يعني بعضه جائز وبعضه ممنوع. فالتوسل بالإيمان به ومحبته جائز بلا شك، بأن تقول: اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغفر لي وأن تعيذني من النار وأن تدخلني الجنة. وكذلك محبته
لأن محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض، بل تقديم محبته على النفس والناس أجمعين فرض. فتقول: اللهم إني أسألك من محبتي لرسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغفر لي، وما أشبه ذلك. وأما التوسل بذاته فهذا ممنوع، فلا يصح أن تقول: اللهم إني أسألك بنبيك أن تغفر لي، لأن ذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتبرك بها ولا يتوسل بها إلا في حياته، ففي حياته يجوز التبرك بآثاره، بثيابه، أو بفضل وضوئه، أو بريقه، أو بعرقه، وما أشبه ذلك. أما بعد موته فلا. وكذلك التوسل بذاته في بدعائه في حياته، بأن يقول القائل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته: يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله ادعو الله لي، وما أشبه ذلك. فهذا جائز، جاءت به السنة. وأما حديث الأعمى المشهور ففيه مقال: هل صح أم لم يصح؟ وعلى تقدير صحته يجب أن ينزل على المعنى المطابق للأدلة، وهو أن قوله: أسألك بنبيك نبي الرحمة، أي بالإيمان بنبيك نبي الرحمة، أو بدعاء نبيك نبي الرحمة، لأن ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيمكن أن يتوسل بدعائه. وأما بعد موته فلا يحل أبدا أن يأتي أحد إلى قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله استغفر لي، لأن الاستغفار عمل صالح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله. فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في قبره أن يستغفر لأحد، ولا أن يدعو لأحد. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون إلى الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته، فيقولون: يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، فيدعو الله. وبعد مماتي لا يمكن أن يتوسلوا به. ولهذا لما أجدبت الأرض وقحط الناس، أي قحط المطر عنهم، استسقوا في عهد عمر رضي الله عنه، فقال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. فيقوم العباس رضي الله عنه ويدعو، ولم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنه قريب منه، وإنما توسل بدعاء العباس. ولو كان التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته جائزا لكان أولى بالصحابة أن يتوسلوا به دون العباس، وهذا أمر معلوم. فإن قال قائل: أليس الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما؟ الجواب أن هذه في قضية معينة، ثم هي مصدرة بإذ الدالة على المضي إذا دخلت على الماضي، وليست شرطية.
ففرق بين أن بين إذ الدالة على الماضي وبين إذا الدالة على الشرطية. والله عز وجل لم يقل ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول حتى يتعلق بها من يتعلق. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ.